يلا الدراري عندنا ثلاثة سبينات، خليونا نسبيني ونشوفوا الحظ ديالنا. يلا بسم الله. وات والله الا جبنا الكيوب ماجيك اخوتي بالله في هذا السيرفر، ويا الحظ كي داير والله تا جبنا الكيوب ماجيك الدراري، ويا الغدر بدا الدراري وناري والله الا كيوب ماجيك بالله. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. لين اك شفناك هضرتي بالدارجه، واش غتولي تهضر بالدارجه؟ ايه غادي نولي نهضر بالدارجه في كاع الفيديوهات الجايين، وهذه كتعتبر افضل خطوه في القناه. عارف باللي الكثير من الناس كيتابعوني من دول عربيه بحال مصر بحال العراق، وانا اعرف ان اللهجه المغربيه قد تكون صعبه عليهم، لكن كيف ما انا تعلمت لهجتهم حتى هما غادي يتعودوا ويتعلموا اللهجه ديالي مع الوقت، غيبقاو يتفرجوا فيا يتفرجوا فيا حتى غيوليو يفهموا اللهجه المغربيه الطايره. المهم ما نطولش عليكم، كيف ما قلت لكم غنولي نهضر بالدارجه، وعارف بلي هاد الخطوه صعيبه شويه، ولكن ان شاء الله غادي تتعودوا عليها من هنا لشهر شهرين غادي تتعودوا عليها انا متاكد. المهم اخوتي ما نطولش عليكم، كيف ما شفتوا في العنوان وكيف ما شفتوا في الصوره المصغره، في هذا الفيديو غندخلوا لواحد السيرفر اخوتي ناضي، فهمتي؟ سيرفر فيه داكشي ناضي، احداث ناضيه، كلشي ناضي، المهم وتا الحظ فيه ناضي. المهم كلشي غتشوفوا على عينيكم، حطوا لنا واحد اللايك واحد الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والناس يعني المغاربه الجزائريين التوانسه هادو هما الناس اللي كيفهموا اللهجه المغربيه مزيانه، ياك بغيتكم تبانوا كلكم في التعليقات، وحتى الناس يعني الا كانوا كيتفرجوا فيا من شي دوله عربيه واحد اخر وكيفهموا اللهجه المغربيه نزل التعليقات وقول لي واش كتفهمها ولا ما كتفهمهاش. وما نطولش عليكم مباشره، خليونا نشوفوا هاد السيرفر. انتما كما كتشوفوا الدراري ها حنا دخلنا للسيرفر الاوروبي، سيرفر الاوروبي واحد السيرفر اللي زوين ديال بصح وفيه احداث زويونه. المهم خليونا نحصلوا على هاد البطاقات ديال لاكي رويال، وخليونا نشوفوا اول حاجه الاحداث. المهم نمشيو للاحداث بهذا الشكل هذا، كما كتشوفوا حاطين هاد السيف هذا شوب عليه 300 دياموندا، انا مصطاليش الحزمه كامله داكشي علاش ما طالعليش مزيان. المهم خليونا دابا نشوفوا الحدث اللي من بعد منه. المهم هنا كما كتشوفوا مجموعه من السكينات، يعني غير الطوكن يمكن لك انك تحصل عليها، مثلا بحال هاد الحقيبه بحال هاد يعني الحقائب، كل هذا يعني يمكن لك تحصل عليه فقط الطوكن. المهم هنا منزلين هاد الثلج وهاد الشيء، هنا هاد الحدث هذا كما كتشوفوا قدامكم، خلونا نشوفوا على السريع. يلا دغيا دغيا دغيا، موجود في الصناديق. المهم شويه دابا نرجعوا نشوفوا اذا تفكرناه، خلونا اخوتي نشوفوا هاد الحدث حتى هو. يلا ندخلوا له، يلا بسرعه بسرعه بسرعه، خلينا نشوفوا هذا الحدث. يلا الدراري، المهم كما كتشوفوا هذا هو الحدث، يمكن لك انك تسبيني عليه بتسع جواهر، فهمت الدراري؟ هذا الحدث يعني خاصك تبيع كلوه من التالي بحال تجيب هذا الحدث يعني من الاخر، باش بلا ما نطولوا الهضره بزاف، حيت راه 9 ديامونات باغا تجيبوش الا كنتي عندك شي حظ ديال الدنيا والدين. المهم هنا الدراري الكريمينال، اصلا الكريمينال ولا شي حاجه عاديه يعني حتى في الصوره مصغره ما درت لكم غير شي شويه وصافي، ما يعني حسيت بيه ولا شي حاجه عاديه، ما يعني مابقاش ديك الحلاوه ديال واو كريمينال رجع واو صافي كريمينال ولا ما صافي مابقاتش شي حاجه. المهم هنا هنا هاد الاحداث حتى هما كاينين هنايا يعني مجانيين. المهم هنا منزلين هاد شخصيه جديده ديال جاستن بيبر ولا بحال هكا. المهم هنا يعني كيعلموا بانهم غيرجعوا سكين ليس وسكين هاد السكين هذا، كنظن غادي يرجعوهم في الكيوب ماجيك يعني في 27 في الشهر، هاد النهار الدراري 25 في الشهر يعني غيرجعوهم بعد يومين. المهم هنا مجموعه من الاحداث يعني بحال مثلا هاد السكين، بحال مثلا هاد اللاكي رويال، انتم بتسجيل الدخول دينا هاد ثلاثه ديال اللاكي رويال مجانا. المهم والمهم هنا كاينين كاينين هاد اللعيبات، والمهم هادشي كله اللي شفتوه دابا يعني شفناه على السريع يعني تفاصيل الحدث وكذا. المهم الان خليونا نشوفوا لاكي رويال ونبداو من الفوق ونشوفوا الكريمينال. هنا منزلين هاد الكريمينال الدراري حامض، ما عرفتش علاش ما عجبنيش هاد الدراري كاع، شوف انا كريمينال كي داير اصاحبي. المهم راني عارف بزاف منكم شافوه، ولكن بغيت نعطي انا الراي ديالي اخوتي، هذا راه اكبر كريمينال شفتو على وجه الكره الارضيه. شوف على كريمينال كي داير الدراري، شوف هاد الرقصه اللي كيدير حتى هي، يعني بحال اللي جاب بحال اللي بغيتي تقول تقليد وصافي، ما عمرك ما شفتي شي واحد كيقلد راسو، هي قارينا يعني الكريمينال الحمراء زادت عليها هذاك التخربيق ديك التاثيرات ديال النيون. عرفت اخويا هاد العقليه كي داير، شوف على الرقصه كي دايره، نقود مجاني قال لك الرقصه لن تنقطع اثناء الحركه.
فهمت. كنظن الدراري هاد الرقصه يمكن لك تكون كتجري وانت كديرها على ما فهمت. المهم شوفوا هنا هذاك الموتور ديال الكريمينال. المهم الدراري الكريمينال حامض ديال بصح ما كنظن شي واحد غيديه الا كان شي واحد عشاق وصافي، ما كنظن شي واحد غيشوفي عليه. المهم خليونا دابا الدراري نشوفوا الكريمينال الدراري، واخا ما عرفتش علاش كنقولها وفهمتي ما كنحسش بداك الاحساس ديال الهيبه وكذا وهذه، كنقول الكريمينال وكنحس بها شي حاجه عاديه. المهم الكريمينال كما كتشوفوا الكريمينال الحمراء الخضراء البنفسجيه الزرقاء الصفراء وتلعب شي حاجه عاديه. دابا كتشوف هاد الكريمينال كون جيت كتابه في 2020 ولا في 2021 ولا كاع في 2019 يعني في التالي ديالها كون رجعوه ديك الساعه. المهم شويه ما دابا شنو دابا غيقول لي شكون اللي غيشوف على هاد الكريمينال؟ ماشي كاين اللي غيشوبي عليه وتا انا نقدر نشوبي عليه يعني ما نكذبش عليكم حتى انا راني نقدر نشوبي عليه، ولكن كنحس بالهيبه اخوتي. ما شوفوا انت كتشوف الكريمينال وما كتحسش بداك الاحساس ديال شي حاجه صراحه. والله ما عرفت قارينا اخوتي فين كتفكر كاع. لا يا اخوتي مرجع الكريمينال صافي منين ما بغيتيش ترجعي يعني. كانت في حلاوته انا بصراحه الله كانت حلاوته كون نرجعوا في 2020 ولا في 2021. اما في 2022 تعطلوا بزاف حتى الناس صافي ما بقاوش مسوقين له صافي رجعوا له اللي رجعوا عاد قارينا قالت لك حقا غادي نرجعوا الكريمينال عادي ولا. المهم انا كما كتشوفوا هاد الثلجه منزلينها هنا في هاد الحادث. والله الا الصراحه الدراري والله ما عرفتش قارينا والله الا فقصاتني بالله ما عرفتش اخوتي ما عنديش الكريمينال وما باغيش يرجع بكل رجوله وبكل روح رياضيه فهمت اخوتي. المهم انا هاد الحاضنه منزلينها يعني كيف ما قدروا انهم يجيبوا يصنعوا حاضنه الكريمينال يجيبوا لنا شي حاضنه تكون احسن منها يا ماشي نتوما تبقاو غير ترجعوا لنا في الحاضنه. ويخلونا نسبينيو على هذا السلاح هذا كيف ما كتشوفوا سبينان. ما عرفتش اخوتي الحظ ديالي انا في سيرفر مينا تابعني حتى لهنايا. ودابا الدراري خليونا نسبينيو في بلاتي نسبينيو الدراري في الدياموند رويال كيف ما كتشوفوا عندنا ثلاثه البطاقات. خليونا نسبينيو ونشوفوا الحظ ديالنا كيفاش غادي يكون. هنا منزلين هاد السكين كيف ما كتشوفوا. كنت باغي نشوف واش الكريمينال حتى هو يمكن لك تسبين عليه بهاد السبين. المهم خلينا سبين ونشوفوا هاد الدراري. وات والله الا الدراري جبنا كيوب ماجيك بالله والله الا جبنا كيوب ماجيك الدراري. وات ويا لحظ كي داير والدراري وهذا السيرفر الاوروبي الدراري جبنا فيه ويا الغدر بدا ويا الغدر بدا والله الا جبنا كيوب ماجيك. والسبينه الثانيه جبنا شي واحد القطعه فينا الثالثة اللي ما جانا والو. والله إلا جبنا كيوب ماجيك الدراري واش عرفتي وفي الحياة ديالي وعرفتي من نهار بديت فري فاير من نهار طاليتها أول مرة عمرني جبت الكيوب ماجيك في الحياة ديالي. ما والله إلا جبنا كيوب ماجيك وراني مازال ما مستوعبش الدراري واش فعلا ولا عندك شي تحيدها لنا كارين واش فري جبناها ولا لا. المهم خلينا نشوفوا هنا كما كتشوفوا الكريمينالات. يا الكريمينالات كنت يا خيمو بصراحه اخوتي الكريمينال الوحيد اللي كيعجبني في هاد الكريمينالات كاملين هو هاد الكريمينال المستقعد داك البنفساج. المهم كما كتشوفوا هي عندنا كيوب ماجيك نحاولوا نشريو بها شي حاجه الدراري بلاتي بعدا. نشوفوا هاد الشيء على السريع. ودابا الدراري نشوفوا الكيوب ماجيك صراحه كيبانوا لي الدراري ما حاطينش شي حاجه زوين. شوفوا كيبانوا لي ما حاطينش شي حاجه ناضيه في الكيوب ماجيك نهائيا والله العظيم. هادشي حامض الدراري كنت باغي ندي شي سكين ولكن قلت غير نضيع هاد كيوب ماجيك. المهم الدراري نتسناو حتى 27 حطوا لنا سكين الليس وسكين هذاك ديال الساموراي وديك الساعه قولوا لي في التعليقات شكون ندي واش سكين الليس ولا سكين الساموراي. المهم الدراري هذا كان معنا في السيرفر الاوروبي. المهم هنا غادي نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو ونتمنى الفيديو يكون عجبكم. في هذا الفيديو تشاركت معكم السيرفر الاوروبي والاحداث الموجوده فيه وشفنا كل حاجه نزلات فيه وعطيتكم حتى الراي ديالي في الكريمينال كل حاجه يعني تكلمت عليها في هذا الفيديو واي حاجه درناها تقريبا. المهم نتمنى الفيديو يكون عجبكم وقولوا لي في التعليقات واش نكمل بهاد الدارجه ولا لا. المهم انا غنكمل واخا نلقى تعليقات كيقولوا لي ما تكملش بها غادي نكمل حيت صافي قررت اخوت فهمتي كيفاش. انا والله العظيم ملي كنهضر في الدارجه كنحس بالراحه فهمتي كيفاش كنحس براسي يعني كنهضر الا بغيتي تقول باللهجه ديالك الام ماشي بحال ملي كتهضر باللغه العربيه ما عرفتش علاش ما طلعت لي فراسي بكل صراحه. المهم خليونا واحد اللايك وواحد الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد في الثانيه الاولى. اعطوني الراي ديالكم في التعليقات باللهجه المغربيه اللي هضرت بها اخوتي راه ماشي كنهضروا بالشينويه. المهم هضرنا باللهجه المغربيه راه شي حاجه سهله غير ما تعقدش الامور وصافي. المهم هذا هو حسابي على الانستغرام ما تنساوش تدخلوا عندنا. المهم لايك اشتراك تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد. وكان معكم لين اكس والسلام عليكم.